حالات الفرح بتنقسم لحاجات كتيرة أوي غريبة. أولهم إن الفرح في الغالب لازم يكون بالليل، فممكن نعمله بالنهار عادي، مش فرح دراكولا هو. تاني حاجة وأغرب حاجة، أصحاب حمادة العريس اللي هم شباب زيه وفاهم زيه برضو عندهم عادات خاطئة. أول فقرة طبعاً كلنا عارفينها، مورتال كومبات. ليه نكسر عينه يا جماعة؟ دي ليلته، ليه الغل؟ تاني فقرة، العريس عنده حتى يثبت العكس. يبتدي هنا كل واحد من أصحاب العريس يعرض منتجاته، حبوب، شرب، رفع، لبوس. على فكرة هو لو جاله ضعف هو بسبب اللي هو لسه واحد. لو عايز تشوف الحلقة كاملة ادخل على النهار إيه. النهار إيه في أي وصف وأي